تعال بقى نكمل موضوع الحكام. دفع الاهلي 70,000 دولار للحكام عشان يجوا الحكام يقعدوا في الفندق ياكلوا ويشربوا ويتغدوا ويتعشوا وتبقى الدنيا جميلة، وينزلوا الملعب ما يلاقوش الزمالك جه يدوروا على الزمالك مفيش زمالك، يروحوا مصفرين ويروحوا. ده ب70,000 دولار. لا وايه، والمصيبة ان الاهلي هو اللي هيشيل الفلوس دي على حسابه، يعني مش اتحاد الكورة، ده الاهلي لبس 70,000 دولار. فاعتقد ان الاهلي ممكن، عندي فكرة ليهم، يعملوا جولة سياحية للحكام داخل الاهلي وداخل لجنة المسابقات. تعال احكي لكم على الجولة دي داخل الاهلي. ياخدوا الحكام الاسبان، هو طاقم تحكيم اسباني، ياخدوهم يفرجوهم عن النادي الاهلي من جوه، وياخدوا الطاقم التحكيم ويفرجوهم على التمثال بتاع الكابتن يعني رحمة الله عليه صالح سليم، ويكون معاهم مترجم زي حالاتي كده. This is تمثال صالح سليم The legend of أهلي ويكون معاهم إمام عاشور أو التمثال بتاع إمام عاشور جنب التمثال بتاع الراحل صالح سليم. فالراجل الحكم الأسباني يسأل بقى، خلاص عرف تمثال صالح سليم، يسأل بقى على إمام عاشور Who is he؟ مين ده؟ This is صاحب مقطوعة قيلة صالح قيلة والأهلوية أولاد وسها. أوه وسها، يس يس، هي إز غنى والأهلوية أولاد وسها، أند هي إز غنى هلقاته برجلاته. هو الأهلي لابس إيه؟ لابس أهمر أهمر فأهمر. هو هول ولا إيه؟ هول هول. ويفرج طبعا الراجل على إمام عاشور ويقول له This is إمام، This is جاب بلطجية واقتحم زمول إن الشيخ زايد جنب محمد مصطفى بيكوز بلطجية ضربوا الراجل الغلبان. فأعتقد دي جولة حلوة، ويروح واخدينه بقى على عامر حسين. أنا بتكلم بجد. Who is he؟ This is إله التأجيل عند قدماء المصريين. This is إله التأجيل عند قدماء المصريين، مستر هاج عامر حسين. وياخدوا بعضهم ويروحوا. اعتقد اني هتبقى جولة حلوة، وانا نفسي احضر الجولة السياحية دي بصراحة، نفسي احضر الجولة السياحية دي. فده بالنسبة للجولة السياحية والحكام اللي هيجوا يصفروا وياخدوا بعضهم ويروحوا. انا حتى كتبت بوست على الفيسبوك، اخواتنا المحترمين جمهور الاهلي اللي امام قال لهم ولاد وزها ولاد وزها، برضو كتبت بوست قلت لما تبقوا تجيبوا حقكم يبقوا تعالى عبونا، لما تجيب حقك يبقى تعالى عبني، انت خايف مننا؟ ما انا لسه كارتك على قفاك، ما انا لسه كارتك على قفاك، اخاف منك ازاي؟ اخاف منك ازاي؟ انا لسه كارتك على قفاك. فيعني ده بالنسبة لي. طيب الزمالك عمل حاجة حلوة قوي 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 قوي، هي ايه؟ هي ايه؟ عايز برضو اقول لك معلومة مهمة قبل الخبر ده، لا يجوز إقالة رابطة الأندية. في ناس قالت الزمالك هيقيل رابطة الأندية والحكاية والرواية،
لا يجوز إقالة رابطة الأندية لأنها منتخبة، تمام؟ فلا يجوز إقالة رابطة الأندية عشان الناس اتكلمت في الموضوع ده والكلام غلط. الوزير لم يتدخل في الموضوع، الوزير ما تدخلش في الموضوع. الجانب الأهلاوي سواء إدارة أو جهاز فني سعيد بعدم لعب المباراة، يعني كولر مبسوط، ماتش تقيل ارتاح منه واخد الثلاث نقاط، وبالاخص ان بيراميدز الفوز ال 12 مش عارف ولا ال 13، فمرتاحين في الاهلي ومبسوطين، وهيبقى تدريب بجماهير، وانا قلت لكم الكلام ده من كام يوم، هيبقوا تدريب بجماهير والكلام ده كله، وهم عارفين ان الزمالك مش جاي، ويعني مش عارف انت لابس واتوبيس لعيبه ورايح وعارف ان الزمالك مش موجود، فبجد الموضوع يضايق. يعني انا لو لعيب في الاهلي هتضايق، لابس ورايح وراكب اتوبيس عشان اقف في نص الملعب وامشي، فموضوع دمه تقيل بصراحه ويضايق. يعني لو انا اهلاوي اتضايق،